أخبار اليوم. هو البروجكت عندي منقسم لقسمين، القسم الأول الحلقة، القسم الثاني فاحنا عندنا المشكله كلها في جزء الخلخله. انا عندي طبيعه الطمي اللي عندنا مسلمه، فلو استخدمت اي اله في ان انا يعني اشيل طمي عادي زي ما بنستخدم اي اله في ان انا ازيل طمي هيحصل لها تآكل ومش هتكمل وهتقف. تمام. وكده انا اتلفت اله وما خرجتش كمان اللي انا عايزاه. فانا استخدمت الالكترومغنتيك فورس او الماجنتيك فورس باي طريقه، سواء الكترو سواء جايه من بيرمننت ماجنت مش فارقه، المهم ان هي بتطلع لي ماجنتيك فيلد او ماجنتيك فورس. بعد كده البارتكلز بتاعت المواد دي فيها السيليكون، السيليكون ماده دايا ماجنتيك، يعني لما عرض المواد الطمي يكون بالماجنتيك فيلد ده الطمي هيقف بربنديكولار على المجال اللي هو الالكتروماجنتيك او الماجنتيك عموما. فبعد كده يبقى عندي كولايد سوليوشن، زي مثلا لو ضربت تباشير في ميه هيبقى البارتيكلز واضحه بس هو في بعضه، يعني اقدر اخلطه لو في بعضها. ايوه تمام. فانا بعد كده هفصله بقى بالخراطيم الشفط العاديه خالص، بس اللي هو هاخده اللي هو بيبقى فيه ردات عشان يطلع لي الطمي جوه وينزل يرسل لك. تمام. بعد كده هاخد الطمي اللي خرج ده افصل منه بقى الذهب اللي موجود فيه بطريقتين، يا اما الطريقه الاولى اللي هي الاماجيشن، ان انا اعمل ممالغه ما بين الذهب والزئبق. بعد كده هعمل لهم فصل حراري يخرج عندي الزئبق على هيئه بخار بقى او فيبر. بعد كده اعمل له كوندنسيشن تاني واحوله للليكويد ستيت، ويبقى عندي بقى في كونتينر اقدر استخدمه تاني وتالت في الشبكه المائيه. تمام. بعد كده دي لقيتها ان هي يعني مكلفه زياده، ففكرت في الطريقه اللي بعدها اللي هي البيتش فورك. اللي هي جت لك الفكره ازاي؟ يعني بدايتها ان انت درست الحاجات دي؟ وانا اولى ثانوي. يعني لسه درستش الحاجات دي. لسه طب جات لك منين يعني الموهبه دي؟ جات لك ازاي؟ هو على البدايه اولا البروجكت نفسه بدايته كانت من ايام سد الضفه، يعني هو اللي خلاني ان انا ابحث في السد واعرف المشكله اللي حاصله، التراكم اللي ممكن يؤدي لانهيار السد والكلام ده كله، اللي هي المشكله اللي كنا عارفينها. تمام. بعد كده بقى حاولت ان انا يعني ابحث في الطمي مكوناته ايه، بحيث ان انا اشتغل على مكون منها اقدر احرمه. حد ساعدك الموضوع ده ولا انت لوحدك؟ لا، هو انا لوحدي بقى بالريسورسز والنت والحاجات دي. تمام. اوكي. بس كملي بقى. كملي. هو الطريقه الثانيه اللي هي البيتش فورك بتاعت الفلاح، اللي هي بتستخدمها عشان نفصل القمح عن القش. تمام. اللي هي دي. فانا هعتمد على نفس الطريقه اللي هي الاختلاف في الكثافه بتاعت الدلك ما بين الذهب وما بين الطمي. بعد كده هفصلها بنفس طريقه الفلاح بالظبط ويخرج عن الذهب والطمي من غير اي تكلفه. بس وتحققت الموضوع ده وطلع فعلا ان في خلخله، ان الماجنتيك فيلد اللي بتعمل خلخله واقدر اشفطها. دي اللي انا قدرت اطبقها. طلعتي كام طن ذهب لغايه دلوقتي؟ لا، الذهب بقى الجزئيه اللي انا لازم اطبقها على ارض الواقع، فلازم تصريح من الدولة ان انا اقدر اشتغل في الموقع، فده اللي انا لسه عايزاه ان انا اعمله عشان اقدر اطبق المشروع. تمام. دي كانت مسابقة عالمية للشباب في اندونيسيا، وانا شاركت فيها وخدت ميداليتين ذهبيتين، واحدة من وايبا اللي هي مؤسسة المخترعين العالمية، واي واي اي اس اي ديت مؤسسة المخترعين العالمية في اندونيسيا، ودي اي واي اي اي مؤسسة المخترعين في اندونيسيا نفسها. والسفارة المصرية خدت درع عن المشاركة بتاعتي في المسابقة. وخدت ديت سبيشال اورد من كندا، وجات لي برضه سبيشال اورد من الاتحاد السوفيتي. ما شاء الله. لا ما شاء الله عليك. سماح عبد العزيز عبد الفتاح، والدة مريم احمد بيومي. طبعا يعني هي مشروع باحثه ان شاء الله ربنا يوفقها. هي الموهبه دي عندها طبعا من صغرها، يعني هي من صغرها وعندها موهبه الابحاث، دايما لو اي مشكله لازم تتنيها وراها لحد ما تلاقي لها الحل. وبعدين احلى حاجه فيها ان لما بتدور على ريسورسز تبقى موثوق فيها، وبعدين دايما بتحاول تتعلم. يعني سافرت اندونيسيا وجات لقيت كامب هنا كان اسمه جسر، هنا كان في الجريك كامبس، ان هم ازاي بيعلموهم ازاي تنظم اوراقك البحثيه ومصادرك تبقى منين ومنين لا، لان في مواقع كتير ومواقع كتب كمان موجوده على النت بس كلها فيك. فعلموهم ان ازاي تبعد عن ده وتجيب مصدرك الصح منين، وقعدت يعني 15 يوم من الموضوع ده
فهي يعني اي جزئيه حتى بتحس انها ناقصه عندها بتحاول ان هي تكملها. فهي ما شاء الله عليها يعني موهوبه في الحته بتاعه البحث ورا المشاكل. وبعدين اهم حاجه كمان دماغها مرتبه, مش تمشي عشوائي وبعدين لا مرتبه فين هدف تحط هدفها او تحط هدفها تحط له حلول تبدا تشتغل تطلع الابستراكت بتاعها في الاخر. يعني تحس ان هي لما كده تقول المشكله التانيه لحد فتره كده وبعدين لما تحط حاجه التانيه تسهر عندها استمرار متواصل مفيش نوم. وكمان في الدراسه بقى بيبقى اكتر. وانت ساعدتيني بقى بكده يعني؟ هو انا مساعدتي لها معنويه يعني انا يعني احنا عندنا في البيت مفيش يعني لو هلف بيها عندي استعداد يعني خدتها ورحنا معهد النيل اللي بحوث المياه لو هوديها فين هوديها. يعني احنا موضوع الجريك كامبس دوت احنا من المنوفيه ومكانش في اقامه راحت وجات كل يوم تخيليها بقى وبتبقى من هنا موجوده هنا الساعه 8 الصبح تمشي من هنا مثلا الساعه 6 نرجع نيجي تاني يوم الساعه 8. فطبعا ده لود على البيت يعني باباها طبعا يعني هو البيت كله يعني متحمس وراها يعني ان شاء الله تبقى حاجه يا رب. بالذات هي دماغها يعني حلوه بتوصل لما التانيه بتوصل لحل بتوصل له. وبعدين الحلو فيها ان هي مش بتفتي يعني مش تيجي دلوقتي اسالها يا مريم لا والله مثلا طب وانت هتطلع قد ايه مش عارفه ايه تقول لك لا انا ما اقدرش اقول قد ايه غير لما اكون جربت تجرب الاول وهي عاوزه الفرصه دي لا طبعا انت عارفه المواقع وكده يعني اللي هو بيجي بيتكلم بدون ركائز ده في النهايه ما بيديكيش حاجه. انما هي لا ما بتتكلمش غير اذا كانت عملي الجزئيه لا اللي ما تنفعش معاها ومش قادره يعني هي دلوقتي كل همها انها تنزل الموقع عشان عايزه تشتغل على جزئيه الذهب دي. يعني هي فعلا هي نفسها تنزل الموقع وتجرب طبعا وشوف. احنا يعني احنا اساسا كان طلبنا حتى في مركز النيل ان هي تنزل الموقع وتنزل يعني يبقى لان الموقع ما فيش اي حد ينزله لان طبعا ده السد العالي فلازم تصريح امني ولازم تبقى طالعه مدعمه حكوميا. فانا ما اقدرش اعمل انا اقدر اروح بيها هنا وهنا مراكز. انت عاوزه تنجدي مين مثلا ان هو يا ريت طبعا يعني اي جهه حكوميه تكون يا احنا هناك قالوا لنا نناشد وزير الري والموارد المائيه وقالوا لنا برده ان هو مش هيقدر ان هو يبت في الموضوع لان دي لازم جهات امنيه. فاحنا كل اللي نفسنا فيه ان هي تروح الموقع نفسه تشتغل على ارض الواقع لان هي يعني هي دلوقتي والله طب تخضيع على اعماق قد ايه يعني الفكره متبلوره جدا عندها لدرجه التنفيذ. والله طب احط عمق قد ايه فلسه طب مش انا اعرف سرعه التيار طب مش عارف عمق. فراحت مركز النيل كانت بتطلب منهم سرعه عايزاها نظري حتى يدي لها المعلومه نظري فقال لها لا ما اقدرش لا يعني لا اقدر اديكي سرعه التيار ولا اقدر اديكي الخريطه بتاعتها. هي بعتت لناسا يعني هي رسلت ناسا وناسا ردوا عليها في نفس اليوم ونفس اليوم ردوا عليها يعني ده الشغل هو ده الشغل ردوا عليها في نفس اليوم وقال لها ان الموضوع هتعمل له اي دي ومشغلين البحث عليه وان هم لازم لما هيبعتوا لها لازم تكون هي كواليفايد وتكون يعني ولو عندها اي اعتراض على النتيجه اللي هم بعتناها لها دي ترسلهم يعني تفيل فري ان هي ترسلهم تمام. فبعد يعني هي عماله تتراسل معاهم ان هي عايزه بقى للموقع لان هي مشكلتها دلوقتي فين. فلما لقيت الدنيا اتقفلت فراحت ترسلت ناسا على اساس ان ناسا تجيبوا لها من بالساتلايت حتى الصوره اللي هي حطاها بتاعت ناسا برضو لان ناسا بابليك دومين فهي ما تشوفش يعني لو تلاحظي مش حاطه اي صوره لا ممنوع يعني مش زي ما احنا كنا زمان بقى ايه نبقى الصوره حتى ما هي صوره منشوره على النت تقول لك لا لازم تبقى موثقه لازم تبقى بابليك دومين حقي ان انا اخدها. يا ربنا يوفقك.